كليتو طاكوس انتوما في المغرب؟ حق ربي ما كليتو، حق ربي ما كليتو. كرهولي كيتصور مع طاكوس في المغرب. بالنسبه للكهرباء، احنا الدوله الوحيده حسب الامم الوحيده في العالم اللي فوق المعدل العالمي. مع مصنع حديد متطور لقولبة العجلات. ودابا شوف اصاحبي العنوان كيفاش بعدي، شوف كيخلعو كيبان. هاتي شوف، تدشين مصنع عالمي متطور في الجزائر لإعادة نفخ قولبة العجلات. فهمتي كيبداو لك بداك إعادة كذا مصنع عالمي متطور، في الاخر تلقى كي كيقولوا المندبه كبيره والبيت فارف. فزياد اخواني المغاربه، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. مرحبا بالناس اللي كتدخل جديده لاشين وتتشوف لاشين ولا المحتوى اول مره، ما تنساش دير واحد لابوني الا عجبك المحتوى بطبيعه الحال، وفعل الجرس باش يبقى يوصلك كاع الجديد. وبالنسبه للحساب ديالي انستغرام ولا كيما كيقولوا كونط انستغرام ديالي، راه تلقاوه في اول كومونتير. اللي بغى يتواصل على من اجل الاعمال ولا من اجل التواصل محض، فهذاك راه هو الكونط ديالي، دخلوا وتابوناو حتى هو فيه. راه تقدروا تشوفوا تما شي ستوريات ديال دي فيديو اللي ما نقدرش انا نحطهم في يوتيوب، فكنحطهم في انستغرام. يعني في انستغرام كتقدر تعرف اخر الاخبار، وكذلك انكم نتوما تقدروا تخليوني انا نعرف كاع الاخبار اللي عندها علاقه بالكراغلا ولا شي اخبار اللي بغيتوني نهضر عليها في فيديو، فتقدروا تقترحوا عليا تما في دي ميساج، راه كنجاوب كاع الناس اللي تيدخلوا عندي في انستغرام. وبالنسبه لي هذا شرف كبير. وما تنساوش ديروا لنا واحد لايك، تساعدوا الفيديو باش يتروكوموندا، وهكذا الروبو ديال يوتيوب كيفهم ان الفيديو عنده واحد القيمه وتبقى كيطلعوا مع فيديوهات اخرين. هذا الشيء ما كان اخوت، كملوا الفيديو. يامنوا بالقدره تاع الغير، هما دايرين روحهم. ما الجزائر قوه ضاربه، العالم كله معترف بالجزائر الا ضحكه ضاربه، ماشي قوه ضاربه. بعض الجزائريين وراه كوميدي واعر، عنده واحد الروح كوميدية تاع الغير. هما دايرين روحهم. ما الجزائر قوه، دايرين روحهم زعما علينا حنا. والله الا ما كذبش، راه قوه ضاحكه اخوتي العزيز، قوة ضحكة. هاد الكراغلة هادو قوة ضحكة، ما كذبوش فيها، ما يقدرونا ما قدرونش في هاد القوة الضحكة تبارك الله. دراسات دراسة أجرتها جامعة ستانفورد أن الجزائريين من بين أكثر الشعوب كسلا، فهل تعكس هذه النتيجة الواقعية؟ ما قلت والو أنا أخوتي. اسمع شعوب كسلا. جامعة ستانفورد أن الجزائريين من بين أكثر الشعوب كسلا، فهل تعكس هذه النتيجة الواقعة الجزائرية؟ الإجابة مع رميلا ثامنة. كل شيء جالس في الجزرة دي، ما كاين ما يدار أصاحبي، الصباح الطوابير وفي الليلة الجلاس، ما كاين ما يدار. تشير إلى 11 صباحا بعد عطلة نهاية أسبوع دامت على غير العادة 3 أيام. الحدائق العامة والساحات مكتظة على آخرها، وشباب راكنون إلى الراحة، فأين العمل؟ يمكن الراحة الراحة والراحة الراحة، فهمتي كيفاش بغيتي يكون عندهم، ما يكونش عندهم 10 في عقل، ما يمكنش. إنسان راه قال لك تحرك وترزقوا، تحرك ترزق، فهمتي؟ دير شي مجهود، دير شي حاجة. لا كرغولي ما تيعرفش هاد الشيء، هذا كرغولي تيعرف هكا. والله ما راه هكا، راهم يعسوا فينا، هاد الشيء اللي تيعرف يقول الكرغولي، شنو يقدر يقول لك؟ العمل والنشاط من كل هذا. دراسة أجرتها جامعة ستانفورد خلصت إلى أن الجزائريين من بين أكثر الشعوب كسلا، فهل هذا صحيح؟ والله ما كذبت أصاحبي، قلت لكم ديجا راه المغاربة عندهم الكتاف، هاد الشيء راه بشهادات الجامعة، وهاد الشيء اللي تيفتقدوه الهوكيين، ما عندهمش الكتاف، باردين الكتاف، الكلاس تيسينو داك البون اللي كينعسوهم به هما الكبرانات، تينعسوهم بداك البون ديال صافي، غادي تجيب الحليب، تشد طابور على الحليب، وتشد طابور على الزيت، تلقى ما تكمي، تلقى ما تاكل، تاكل، فهم شنيا تلقى ما تاكل زعما، يعني راه فهموا ماشي شي حاجة، المهم وصلتكم الفكرة. وغتلقى باش صافي غتمشي تنعس دونك هادشي الكراولي ما يكونش عند العقل ديالو عنده واحد الطموح ديال انه يقدر يخدم، يقدر يبدع، يقدر يدير، يقدر هادي، يقدر. فراه مادام الدولة كتوفر لك هادشي هذا، فكتقول لك نعس، فهمتيني، كل شط طوابير ورقد صافي، ما كاينش طموح. شنو هو الطموح؟ هو الهضر على المروك، هذا هو الطموح اللي كاين. بون جاز افتتاح بيان، جبنا فنانين عالميين كيما سولكينغ، جبنا جاز مليح، جاز مخر من شي ناس لو داروا يكلاشو فينا ويدونا الفطوره تاعنا داونا كلش ساكن. هذا ما قلت لكم ديجا كيكذبوا الكذبه وكيتيقوها،
اسمع اسمع، حنا اللي كنديو التورات وحنا اللي كن بس بلا حجاز ما خير منا شي ناس لو داروا يكراشوا فينا ويدونا في التورات تاعنا داونا كلش العفسه اللي تكون عندنا تاعهم. ما فهمناش حنايا كلش تاعنا، جميع العفسه راكم دايرينها في بالكم تاعكم سي تاعنا حنا الجزائر، حنا العالميه خير منكم. داكشي اللي زنقولوا حنايا كيقولوه هما، ابشر باننا كنتعامل مع ناس راه ما وكم على بالكم شكون بلا ما نجبدوا الاسم. فوالا اي بي فوالا افتتاح جاز مليح و تري بيان. واش راح دير ما واش حنقول لك انايا، ماشي نيفو خلاص. المهم حنا اوني ميو، حنا خير منهم في كلش، حنايا في البالون سواء في البالون سواء في كلش خير منهم. في الحماق في الحماق حتى في الحماق كلش خير منهم. حابين حابين يعيشوا حياتنا، حابين ما فهمناش. ربي يهديكم المراركة، خطيكم منا فاصلوا حنا بزاف فور عليكم. في الحماق الله يلا فور علينا في الحماق، في القوة الهاربة بالحفة من السبيطار الحماق الله يلا راكم فور علينا. أنا كنعترف أنتم فور علينا في الحماق وفي الكذوب وفي داك الشيء فور علينا والناضين علينا ما قدوش ليكم صراحة. هاد الشيء هذا فور، أنا كنعترف أخوتي المغاربة وما أحسن منا في الحماق. حماق شعب حماق شاب حمق بشدد الدراسات العالميه كيقول لك هاد الناس هادو راه ماشي 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 نورمال، فهمتي؟ شي حاجه ماشي تما، شي حاجه ماشي ماشي هي هذيك. هادو دراسات عالميه تيقول لك هاد الناس هادو راه 10 عقل ولا 1000 عقل ولا المهم تقدر شنو ما تقدر تقول. فهاد الشيء هذا ماشي انا اللي تنقولو، فراه دراسات عالميه اللي تقول هاد الشيء هذا. وزيد عليها اختنا هذا راه فراه داك المراسل شي بمراسل اللي واقف معاه ولا شي يقول لها شنو تقولي، راه عطيها الميكرو كيقول لها شنو تقولي، هو اللي قراها قال لها كي شنو تقولي وهي تتقول داكشي اللي حفظوها. المهم المنتخب المغربي راهم قاعدين غير يديروا في السطوريات واللايفات واللايكات عجبهم. فين كاين المشكل؟ مالك حاطيهم نتايا؟ فاش من البصارة تبي قلت ما يدار خونا هذا حاطيهم حرام يديروا لايفات حرام من لوطيل. المراركة عجبهم اللوطيل وعجبتهم قسنطينة وراهم يديروا غير في اللايفات راهم كيتلفوا الوقت من قسنطينة عجبتهم كيتلفوا الوقت في اللايفات حيت ما كاين ما يتشاف. قال لك صفحة مغاربية قالت لهم قبل ساعات من مباراة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة ضد جنوب افريقيا شباننا وبناتنا وأبناؤنا في السطوريات واللايفات وجب عليهم التركيز على المباراة خير من اللايفات. يا ولدي وين يلقاو قسم الشد الشد اللي قال. نحلف بالله ما كاين في شي تقرير الا مغير الا كان تقرير هوكي، ولكن هادشي زعما مش قرير ماشي صحافي هذا موثق. والله ما كاين اخوتي المغرب الا انت يا راجل عطينا المصادر، ما تبقاش تهضر عطينا المصادر، عطي مصادر ما تبقاش تحلف في السوشيال ميديا ولا ما تهضر ما تبقاش تقول لهم اقسم بالله الا راه هادشي اللي كنقول لكم الا كاين ثقوا بيا راه ما كاينش هاد الهضره هذه. عطينا مصادر عطينا ديليا عطينا شي حاجه ابو الحياد الشيطان عطينا شي حاجه عطينا شي حاجه عطينا شي حاجه ارض الواقع ما تبقاش تقول لنا كذا. راه منتخبات العالم كامل تيديروا لايفات وتيديروا هادشي هذا، كون كان اصلا لقاو البلاد فيها ما يتشاف ما غاديش يلقاو وقت فين يديروا اللايف. قسنطينه وين يلقاو احسن من قسنطينه؟ يا وراه جاوب او عبالك عبالك شفتوا هذا الجوار هذا قال لهم اقسم بالله غير قال لهم يبانوا رانا جينا لاوروبا. قال لهم انا واخا راح محرق مش راح نرجع للمروك. قال لهم هذه ماشي الجزائر هذه اوروبا. يا ولدي هذه ماشي اوروبا هذه الجزائر. شتي شنو اللي قلت لكم اخوتي؟ راه تيكذبوا الكذبوا تيتيقوا راه هادشي ما تقالش هادشي هذا ما كاينش واحد قالو. شنو بعدا ولا نورمال اصاحبي اللي تبقى يقول لك شي حاجه ما وقعتش؟ الانسان اللي تيقول لك شي حاجه ما وقعتش وتيبقى يعاود لك داكشي بالتفاصيل عرفوا وحده من جوج، يا اما انسان ضعيف شخصيه فهمتي ما عندوش شخصيه تيحاول يكتب واحد الكذبه ويتيقها ويبقى يعاود لك التفاصيل هذيك الكذبه هذيك عرفوا انسان مريض وعنده ما عندوش شخصيه، يا اما انسان احمق. وانا كنظن هاد الحوايج راه فهاد خوتنا هادو فهمتي، يا اما انسان عنده اضطراب نفسي ولا انسان بدون شخصيه ما عندوش شخصيه. اذا متابعينا الكرام كيف ما شفتوا فضيحه اخرى من فضائح حاضرات الجزائر، واقسم بالله على ان هذا المقطع ما عدلت عليه ما فبركته ما درت ليه شي مونتاج جبتو لكم كيف ما حطاتو القناه الرسميه ديال حاضرات الجزائر. ونعم متابعينا الكرام حاضرات الجزائر تدخل العالميه بعد مصنع
نفخ العجلات اللي نضت عليه فضيحة ونضت عليه كارثة ونضت عليه ما زال تحول إلى أدحوكة في حاضرة الجزائر، الآن يكررون نفس السيناريو لكن مع مصنع حديث متطور لقولبة العجلات. وانا باش شوف اصاحبي العنوان كيفاش بعدي، شوف شوف كيخلعوا كيف هاد هاد شوف تدشين مصنع عالمي متطور في الجزائر لإعادة نفخ قولبة العجلات، فهمتي كيبداو لك بداك إعادة كذا مصنع عالمي متطور في الاخر تلقى كي كيقولوا المندبة كبيرة والبيت فار، فهمتي هي هادي الكنازة كبيرة والبيت فار، كراغلة كيحاولوا يكذبوا شي يحاولوا زعما راه حنا كنديروا شي حاجة ولكن ما ساكنة ما انا ما عرفتش هذا المصطلح ديال قولبة العجلات من جابوه، انتقلوا من نفخ العجلات الى قولبة العجلات. المهم تسمى حاضرة الجزائر على ان عندهم شي حاجة ديال السيارات، شي مصنع ديال السيارات ولكن لقولبة العجلات. هاد الناس يعني حالفين حتى يقتلونا بالضحك، حالفين حتى يقتلونا بالضحك بكل ما تحمل الكلمة من معنى. يعني نفخ العجلات الآن قولبة العجلات، وغدا غادي تسمع مصنع حديث متطور لطلاء العجلات في حاضرة الجزائر. ويديروك عاوتاني عنوان شاهد قبل الحذف إنه مصنع عالمي في الكراغيلة كدا، وفهمتي دار ضجة في العالم لصباغة ما عارف شي حاجة وصافي. الجزائر وطبيعة الحال البوصبعي كيشوف هادشي وفرحان وكيطبل وكيزمر، الناس كتصنع السيارات وكتصنع الطائرات وكتصنع البواخر وعندها مصانع للمحركات ديال السيارات ولأجزاء السيارات، هادو مازال حاصلين في العجلات والله. حالفين حالفين ما يخرجوا من هاد القضية ديال العجلات. دار وقعت ليهم الفضيحة ديال نفخ العجلات ودارس ضجة في حاضرة الجزائر، الآن انتقلوا إلى قولبة العجلات. كراغلا مالكم مع العجلات؟ ولكم على عجلات مرة قولبات مرة نفخ مرة جاي تقولوا لنا كي سميتو، ما عندكم ما تقولوا مرة جاي شنو تقولوا لنا؟ قلنا استيراد العجلات وعاودتو صدرتوها ولا بحال هكا تقدروا ديروا انتوا. شوفوا غير المصطلح كيفاش قولبات العجلات. وشوفوا غير المنظر امامكم على الشاشه متابعينا الكرام باش تشوفوا الكارثه والفضيحه والمهزله اللي كاينه في حضير. شنو كيديروا؟ كيجيبوا عجلات ديجا بيريمي تيعاودوا زعما يحفروهم هنايا فهمتي، يديروا لهم داك النتوءات هنايا ويحاولوا فهمتي يحاولوا يردوهم جداد ويحاولوا يستراهم. دونك عجله اصلا منتهيه الصلاحيه فهمتي، صافي اكل الذئب وشرب عليه مع داك المثال باش يتحفظ لي. هذا دول هذا المشروع ودابا هذا مشروع امين. الجزائر. والطامة الكبرى متابعينا الكرام وهو أنه يوم أمس نشرنا فضيحة أخرى متعلقة بتدشين صنبور للماء، روبيني ديال الماء، شنو وزير في حضيرة الجزائر وبطبيعة الحال جاب ليه الوزراء وجاب ليه المسؤولين وجاب ليه الصحفيين الإعلام وسائل الإعلام التي حضرت ووثقت المسألة ديال تدشين صنبور للماء من طرف وزير في حضيرة الجزائر، والآن نحن أمام تدشين مصنع عالمي لقولبة العجلات. تبارك الله متابعينا الكرام. تبارك الله، واش انسان خطوه بخطوه المره الجايه يديروا لنا شي انجاز عاوتاني عالمي ديال الضحك ان شاء الله، ديال الضحك، انجاز عالمي ديال الضحك. بالنسبه للكهرباء احنا الدوله الوحيده حسب الامم الوحيده في العالم اللي فوق المعدل العالمي ترند ريكورد مون ليليكتريسيتي 98. سالينا الفيديو على وجهك انت والله العظيم، حتى شويه صاحبي كل مره تيتلقاو علينا كذبه صاحبي، كنتي داك الكذبه هذيك تاش بقات تفكر فيها اليوم ديالك كامل. واسمع اسمع اسمع، بالنسبه للكهرباء احنا الدوله الوحيده حسب الامم الوحيده في العالم اللي فوق المعدل العالمي. شنو قال بعدا؟ شنو قال صاحبي؟ شنو قال؟ انا بغيت نفهم شنو قال والله ما فهمت. اسمع اسمع، حسب الامم الوحيده في العالم اللي فوق المعدل العالمي. كيفاش الوحيده في العالم اللي فوق؟ ريكورد مون ليليكتريسيتي 98. اسمع 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 98 ما تفهمش هذا الرقم. اسمع 98.9 يمكن قال فيرجيل ناف ولا اخوتي شو ولا هذا؟ شو ولا هذا اخوتي؟ شوف شوف شوف
شوف شوف واخا كرغولي في محطة ديال الرباط أكدال شوف يا حوزي أنا في ولاد مغرب المروك فين مشى وحنا احنا باقيين ندور شوف 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 هذه غير محطة ديال القطار محطة ديال القطار أكدال في الرباط خيالي سافر المستقبل هذا الكرغولي هذا شنو هذا الشيء شاو ولا هذا كيصيفطوا هذا قال هذا الفيديو مصيفطوا لشي حد من عائلته في واتساب ولا ما نعرف شا ماكدونالد وركم ما عندهمش ماكدونالد اخوتي يا حوجي انا مشاو علينا هاتوا شو لا قار قداس مشات عليه الترن مخاتم ما كيدور في داك لا قار كيكتشف فهمتي مشات عليه الترن صح هذا شوف شحال بقى طار داز ديك خنا اللي كدير ديك خنا اللي كدير تي 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 شحال بقى طار دخل كاش كاش بحال هذا كاش بحال هذا في دخلنا عليكم بالله واش هاد الكرغولي باقي يرجع لتما دخلنا عليكم بالله والله ما يرجع يبقى هنا واخا يدير قيطون ويعيش هنا ولا يمشي تما كليتو طاكوس نتوما في المغرب حق ربي ما كليتو حق ربي ما كليتو شي كرغولي كيتصور مع طاكوس في المغرب شوف شحال حط ديال لي صوص بقى كيقول هذاك زيد ديال لي صوص شوف حط طاك ما عرفتش ديال اش طاك واش ديال شي فرقه ولا سميتو ولا ما نعرف ومكحز داك الصينيه ديال الطاكوس والفريت وداك الشيء هذاك مكحز وحاط طاك وكيسيلفي الناس كتاكل حشومه تصور طاكوس اصاحبي في 2023 حشومه عيب كليتو طاكوس نتوما في المغرب حق ربي ما كليتو حق ربي ما كليتو دين التسلا رباط لا ورباط طلبيناتهم الواد تاكوس تخدي فيديو خاص من يكون فيديو يدوزان اليوم ما تساوش تابونا معنا في لاشين وتلاقوا في فيديو جديد peace and love تالله